هي من تنظيم الرابطة العربية للأسرى المحررين أو الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، الرابطة والتجمع الوطني الديمقراطي. هي عملية تظاهرة صغيرة تحضير للمهرجان اللي الليلة عمليا راح نحكي فيه الساعة 7:30 بعد الماهر، يعني هي جاي تسخن الناس، تسخن الشباب شوية، تحضير للمهرجان. طبعا القضية يعني أجت في مناسبة جدا جدا مهمة، يعني الأسرى الفلسطينيين في الداخل اللي بدأوا في إضراب قبل 3 أيام، إضراب الجوع ولا الركوع، الإضراب اللي راح يستمر حتى المساجين والحركة الأسيرة داخل السجون تحقق إنجازات داخل المعتقلات الإسرائيلية، بدأوا يضربوا عن الطعام، واليوم يوم الأسير، فمناسبتين عمليا في مناسبة واحدة نحن نستغلها. ومنادي بهاي المناسبة الأحزاب العربية والقوة والهيئات الفاعلة بقضية الأسرى يحطوا قضية الأسرى على أجندتهم، يعني ما مش بس شعارات، يعني القضية قضية إنه بدها مدابرة، بدها وقفة جدية، خصوصا نحن مقيمين على فترة صعبة جدا، المساجين راح يعني يقمعوا ويعانوا بشكل جدي داخل الأسوار مسيرات الاحتلال الإسرائيلي، فالمفروض من كل القوة هاي إنها يومية تتواجد بالشارع وتصرخ صرخة الأسرى، نحن صرخة الأسرى عمليا برا. كل شبابك يا الجولان، كل شبابك يا الجولان.